الآية تقول وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، هذا شرك خفي. وقد ورد أن الشرك الخفي أخفى من دليل النملة السمراء على الصخرة الصماء في الليلة الظلمة. وأدناك أن تحب على جودك وأن تبغض على عدل. يعني إنسان نصحك بأدب جم ما تحملت أضغطه، وإنسان تعلم يقينا أن ما له حرام فإذا أكرمك أحببته. الشرك أخفى من دبيب النملة السمراء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. وأدناه أن تحب على جوه وأن تبغض على عدل. فلذلك الآية تقول وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يعني حينما تعتمد على غير الله، حينما ترجو غير الله، حينما تعقد الأمل على غير الله، حينما ترضي غير الله، هذا شرك خفي. وهذا الشرك آفة الآفات. الحقيقة أن هذا الدين العظيم يضرب بكلمتين: التوحيد والاستقامة. وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه، نقطة. الآن فحوى دعوة الأنبياء والمرسلين جميعا، الله عز وجل لخص فحوى دعوة الأنبياء والمرسلين جميعا بكلمتين: وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. التوحيد والطاعة، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. أحيانا الإنسان بيميل إلى التفاصيل، وفي أحيان كثيرة بيميل للإيجاز. يعني مرة بعض الأحاديث: لا يخافن العبد إلا ذنبه، ولا يرجون إلا ربه. يعني الدين دغت بكلمتين: لا تخاف إلا الذنب، لأنه الطغاة بيد الله، الأقوياء بيد الله، الوحوش بيد الله. كل هذا الذي تراه قويا في عينك هو بيد الله. والدليل: فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. تصور 10 وحوش كاسرة جائعة تلتهم الإنسان بلقمتين. هذه الوحوش الجائعة الكاسرة مربوطة بأزمة محكمة بيد جهة قوية رحيمة حكيمة عادلة. فعلاقتك أيها الإنسان مع الوحوش أم مع من يملك أزمتها؟ هنا البطولة. فكيدوني جميعا تحدي ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. لذلك قالوا: ما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. يعني ممكن التجارة بالعالم من قديم الزمان إلى الآن، كم نوع؟ والله مليارات الأنواع. كم مستوى؟ مليارات. يمكن أن تضغط التجارة كلها كلمة واحدة، ممكن: إنها ربحوا، فإن لم تربح فلست تاجر. الآن أقيس على هذا: هل يمكن أن يضغط الدين كله بكلمة واحدة؟ نعم، إنها التوحيد. حينما لا ترى مع الله أحدا، حينما ترى أن الله تعمل وحده،
لا معطي ولا مانع ولا رافع ولا خافض ولا معز ولا مذل ولا شافي ولا ممرض إلا الله، هذا الدين. فإذا كانت علاقتك مع الله وحده استقمت على أمره، ما في صراع يصير. كل هؤلاء الذين أمامك كبراء وصغراء بيد الله عز وجل، وأنت مع الأصل. حتى الناحية الجمالية، ما هو الإيمان؟ أخواننا الكرام، الإيمان مرتبة علمية. هذا المؤمن عرف الحقيقة العظمى، عرف حقيقة الوجود، حقيقة الدنيا، حقيقة ما بعد الموت، حقيقة الآخرة، حقيقة الإنسان. عرف سر وجوده، وعرف غاية وجوده، وعرف حقيقة الكون، وعرف حقيقة الدنيا، وعرف حقيقة الدين. فالإيمان مرتبة علمية، والإيمان مرتبة أخلاقية. معنى مؤمن أخلاقي، يعني صادق، أمين، رحيم، ودود، عفيف، هذا المؤمن. الإيمان يعني مرتبة علمية، ومرتبة أخلاقية، ومرتبة جمالية. يعني إن لم تقل ليس على وجه الأرض من هو أسعد مني، هناك مشكلة بالإيمان. أنت مع من؟ مع الواحد الديان. إذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك. ويا ربي، ماذا فقد من وجدك، وماذا وجد من فقدك؟ يعني ناحية علمية الإيمان، وفي ناحية جمالية. فلو شاهدت عيناك من حسن الذي رأوه لما وليت عنا لغيرنا، ولو سمعت أذناك حسن خطابنا خلعت عنك ثياب العجب وجئتنا، ولو ذقت من طعم المحبة ذرة عذبت الذي أضحى قتيلا بحبنا، ولو نسمت من قربنا لك نسمة لمت غريبا واشتياقا لقربنا. في جانب فكري للإيمان، إيديولوجي، منطلقات نظرية، في جانب سلوكي الاستقامة، في جانب جمالي أنت أسعد الناس. فيا أيها الإخوة الكرام، لما تأتي صفات المؤمنين بالقرآن ماذا تعني؟ قرآن، هل هذه الصفات تنطبق عليك؟ وإن لم تنطبق ما السبب؟ يعني دائما صفات المؤمنين، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. حتى بعض العلماء قال إذا صليت فلن تشعر بشيء، وإذا قرأت القرآن فلن تشعر بشيء، وإذا ذكرت الله فلن تشعر بشيء، فاعلم أنه لا قلب لك. أنت مؤمن، أنت متصل مع خالق السماوات والأرض. يعني دائما الكلمة أقولها دائما، إذا كان الله معك فمن عليك؟ من يستطيع أن يصل إليك أو أن ينال منك؟ في إخواننا الكرام بالحياة حالة اسمها السلامة، وحالة اسمها السعادة. فإذا الإنسان مضى سنة ما أصابه شيء مبروك، هذا بسلامة. بس الأمن موضوع ثاني. الأمن عدم توقع الشر، عدم وقوع الشر سلامة، أما عدم التوقع أمن. الله قال فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالأمن حاجة أساسية، وبالمناسبة لا يتمتع بنعمة الأمن إلا المؤمن حصراً أبداً. أما غير المؤمن فقذف في قلوبهم الرعب بما أشركوا. ما دام في شرك في خوف على مستوى فرد وعلى مستوى أقوى دولة بالعالم. ما دام في شرك في خوف، ما دام في أمن في أمان. فالأمن ألا تتوقع المصيبة، والسلامة ألا تقع المصيبة. الفرق كبير بينهما. أحياناً الإنسان بيسافر لبلده بسيارته،
والعجل الاحتياط لا ليست صالحة. بيمشي 10 ساعات بقلق شديد، لو صار في خلل بإحدى العجلات برق، بس ما صار معه شيء، بس عاش حالة قلق. أما لو معه عجلة احتياط بيرتاح من الحالة هي. فقضية الأمن قضية كثير دقيقة. هذه أخواني الكرام، يعني دائما الإنسان بعد سن معينة، يعني لو فرضنا بالـ60 يا ترى بصير معه جلطة، بيبرق، بصير معه خسرة بالدماغ، بصير الحالة هي متعبة جدا. لذلك أنت من خوف الفقر في فقر، ومن خوف المرض في مرض، وتوقع المصيبة مصيبة أكبر منها. حتى أن طبيب قلب، هناك أمراض قلب سببها الخوف من أمراض القلب. مرة كنت عند طبيب بأمريكا، طبيب قلب، عيادته كبيرة جدا، رف من الحائط للحائط كلها أطابير. ما هذه؟ قال لي هؤلاء مرضاي الذين ماتوا. ولماذا تحتفظ بأطابيرهم؟ قال لي القانون 5 سنوات، لعل أو ولد أحدهم أقام دعوة بدي بين كيف عالجتهم. يعني الإنسان كثير في محاسبة شديدة جدا إذا في خطأ طبي، يعني بيدفع الطبيب 80 مليون. لذلك ما في طبيب إلا بيأمن، بيخاف، والتأمين بيجعل الوضع في مبلغ كبير كثير بيدفعوه بالشهر تأمين. ما أحب أن أدخل بالتفاصيل، بس أحب أن أشعر المشرك في عنده قلق وفي عنده خوف وعنده رعب، والمؤمن في عنده أمن. وفأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. يعني باللغة العربية إذا قدمنا الخبر شبه الجملة على المبتدأ صار في قصر وحصر. بتقول بالفاتحة إياك نعبد، هي نعبد إياك الفعل الأول، المفعول به يأتي بعد، لكن إياك نعبد، إذا قلت نعبد إياك ونعبد غيرك، ما إياك نعبد لا نعبد إلا الله، ففي قصر. فأخواننا الكرام، الدين مرتبة أخلاق، مرتبة علمية. ما اتخذ الله وليا جاهلا، لو اتخذه لعلمه. ويكفيك فخرا أنك عرفت الله، عرفت سر وجودك، غاية وجودك، حقيقة الكون، حقيقة الحياة الدنيا، حقيقة الموت، ما بعد الموت. نعم، مرتبة علمية ومرتبة أخلاقية. ما في مؤمن كذاب، مؤمن مخادع ما في، مؤمن يعني يأخذ ما ليس له ما في. أنا أقول بكلمة صريحة، يعني إذا كان إنسان أمضى سهرة في الحديث على أم زوجته، هو قوي بالبيت وزوجته بتخاف، سكتت، في اليوم التالي تكلمت كلمة عن أمه يقيم عليها الدنيا ولا يبعدها، هذا كيف تنصف الإنسان؟ أنا بصنف عنصري، يعني رأى لنفسه ما ليس لامرأته، ورأى على امرأته ما ليس عليه، هذا عنصري. والآن حط البيت عنصري، 5 دول تقول لا ترى القرار، قد يكون قرار ضروري جدا. ما دام في إنسان أو جهة أو فئة أو أمة أو دولة ترى لها ما ليس لغيرها، وترى على غيرها ما ليس عليها. يعني مرة الرئيس الأمريكي زار المنطقة، برنامج زيارته 4 بنود، تل أبيب، دمشق، رام الله. الرابعة زيارة أسرة الأسير الإسرائيلي جلعاد شاليت، ولنا عند اليهود 11,800 أسير. ما خطر بباله أنه يخص أسرة أسير واحد للمساواة. فأنت ما لم نكفر بالطواغيت لن نؤمن بالله، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. هلأ الكلمة الدقيقة،
إن رأيت لك ما ليس لغيرك عنصر، إن رأيت على غيرك ما ليس عليك عنصر، وما دام هناك عنصرية في الأرض الحروب لك. بالأخير ما دام في أمي لها أن تفعل ما تشاء، بينما أمي أخرى لو فعلت واحد بالألف مما تفعل تحاسب، في عنصرية. أخواننا الكرام، الإنسان حتى يرتاح يجب أن يعلم علم اليقين. هذا الدين جماعي فردي، بتطبقه أنت وحدك من بين مثلاً 7 مليارات و200 مليون، بتطبقه وحدك، بتقطف كل ثماره الفردية، بتطبقه الأمة تنتصر. في عنا إسلام فردي، صلاتك، صيامك، حجك، زكاتك، حواسك، بيتك، أسرتك، عملك، ما دام أقمت الإسلام في نفسك أولاً وفي بيتك ثانياً وفي عملك ثالثاً فأنت مؤمن، لك معاملة خاصة. أو الأمة بتطبق الدين تنتصر، تطبقه وحدك تقطف ثماره الفردية. فإذا الإنسان رأى لنفسه دقيق ما ليس لغيره، ورأى على غيره ما ليس عليه، صار عنصري. أقول أن أمي أو دولة ترى لها ما ليس لغيرها أو على غيرها ما ليس عليها عنصرية. ما دام في الأرض في عنصرية الحروب لا تقف، والحمد لله.